السلام عليكم، انا دينا شهراوي ودي التشانل بتاعتي بوليمر كرافتس. النهارده هنعمل مع بعض شكل البومه دي. انا عارفه انتوا كنتوا عايزين الشكل التاني، بس بصراحه البنت اللي بتعملها لسه بتبيعها عندها على البيج، فانا استحرمت بصراحه اني اعملها طريقتها. دي الادوات اللي هحتاجها: الرولر والبول تولز الكبيره والصغيره، ادوات النحت والكتر. الوان الصلصال دي هنستعملها عشان البومه، واللي على جنب دول عشان بوكيه الورد اللي فوق راسها. اول حاجه هنحتاج نعمل الجسم بتاع البومه، هيكون شكل بيضاوي ومقشوط شويه من تحت على جنب واحد. وهناخد اللون البيربل ده، هنعمل بيه الجزء اللي هيكون زي اللي هو الريش بتاع البومه ده، الجزء اللي في الراس. هنفردها كويس على الجسم، واحنا عايزينها تكون طبقه رفيعه مش سميكه. دلوقتي انا بالكاتر بقطع شكل الودان بتاعت البومه. هنحاول نظبطه. انا كده بشيل الزيادات بالكتر، وبعد كده هبدا اخلي الودان تبان، يعني هفضل اطلع فيها بادوات النحت دي علشان خاطر تبقى مدببه فتديني شكل الودان فعلا. انا المفروض ان بعد كده من نفس اللون هناخد قطعه ونعمل فيها زي شكل مثلث ونحطه عليها من فوق، بحيث ان دي تبقى زي المناخير بتاعه البومه. بس انا لسبب ما الفيديو الجزء ده اتمسح من عندي، بس هو سهل زي ما حكيت لكم، هو بس مجرد مثلث عشان خاطر يتحط على راس البومه، عشان بس نعمل الجزء بتاع المناخير بتاعها. بعد كده هناخد اللون الاسود ونفرده رفيع خالص، وهنعمل منه دايرتين بالقطاعات الدوائر عشان يبقوا هم دول العينين بتوع البومه. اول ما نحطهم هنبدا نبطط فيهم كويس، عشان انا عايزاهم يعني يبقى يعني يكبروا شويه اول ما احطهم، عشان كده هقعد يعني ادوس عليهم بصباعي شويه عشان انا عايزاهم يكبروا في مكانهم سنه بسيطه خالص، وهقول لكم ليه بعد شويه. بعد كده هعمل نفس الكلام بس في اللون الابيض، دايرتين لونهم ابيض بنفس القطاعه. وهنلون الجزء بتاع النني باللون الاسود، ممكن تعملوهم بالصلصال لو حابين، وممكن تعملوهم بالوان اكريليك. انا بعد ما عملتهم بالقلم ده ما عجبتنيش النتيجه قوي، فعدت عليهم بلون اسود اكريليك. وهناخد العينين دول بعد ما نلونهم، هما دول بس على نفس قطعه السيراميك اللي انا بعمل عليها، انا اخدتهم وحطيتهم في الفرن لمده دقيقتين بحيث ان هما ينشفوا شويه مش يكونوا استووا خالص. هناخدهم ونحطهم على العين اللي لونها اسود، الدايره السوداء اللي احنا كنا حاطينها في الاول. زي ما انتوا فاكرين احنا يعني ضغطنا عليها بايدينا شويه عشان تعرض، عشان تديني الدايره اللي حوالين العين نفسها، زي ما انتوا شايفين كان في فريم اسود. اول ما يعني احطها وتظبط معايا شكلها المكان اللي انا عايزاه، اضغط كويس عشان تدخل جوه العجينه نفسها، جوه عجينه الصلصال، فما تبقاش العين بارزه لبره. انا عشان كده سويتها، انا عايزاها تدخل خالص وما تكونش العين بارزه لبره بس.
نبدأ بقى نعمل الرموش بتاعتها. برضو أنا عملتها بالقلم ده، لو انتوا حابين تقدروا بمنتهى السهولة يعني تعملوها بالصلصال، مجرد بس قطع رفيع لونها اسود وهتاخدوها بالبول تول وتلزقوها في المكان ده. انا عملت نفس الكلام في العينين. دلوقتي انا عايزة الجزء اللي هو هيكون الجزء زي كأنه البطن بتاعت البومة نفسها، انا اخترت لون اصفر. هيكون جزء يعني يعني الشكل اللي انا عاملاه ده شكل رفيع على يعني زي كأنه بيضاوي بس مقشوط من تحت على نفس جسم البومة، نفس شكل جسم البومة. وبعد كده هناخد اللون البيربل ده هنكمل بيه الديل والجناحات. الجناح الاولاني هيكون زي كأنها ثلاث صوابع صغيرين كده جنب بعض، لان ده الجناح البعيد فهو المفروض مش باين. الجناح اللي قدام هوريكم شكله يبقى عامل ازاي دلوقتي. يعني البومة انا قصدي ان هي تكون كأنها واقفة بجنب، مش واقفة يعني بصلنا عادي. جزء يبقى من فوق مدبب ومن تحت يعني واخد كيرف شوية، مدبب من جزء وناعم من الناحية التانية. وهناخد النيدل تول ونعملها كأن هي الجناحات، الريش قصدي نفسه اللي جوه الجناح. نضغط من فوق ونمشي بخط، نضغط من فوق ونمشي بخط، بعدين نظبطها تاني بالنيدل تول، نرجع بقى ايه نحطها في مكانها. نبدأ بقى آخر حاجة هنعملها هي الديل. الديل هيبقى زي الجناح الأولاني، عبارة عن زي ثلاث ريشات أو ثلاث صوابع صغيرين. انا حطيتهم مكانهم وقطعت الزياده بالكتر وهلزقهم بادوات النحت بتاعتي. بعد كده هنعمل كور صغيرة بيضة ونحطها في العينين على أساس دي تكون انعكاس النور. أنا عشان العين كبيرة فحبيت أن أنا أعمل ثلاث نقط بيضة، واحدة كبيرة واثنين صغيرين. طبعا عشان نلزق دول على الجزء ده من العين اللي هو اصلا كنت سويته لمدة دقيقتين، لازم نكون حاطين ليكويد سكالبي او يعني اي ليكويد كلاي موجود عندنا عشان خاطر النقط دي تتلزق، يعني مش هتتلزق غير كده. انا ما بانش هنا عندي في الفيديو بس انا كنت حطاهم قبل ما احط النقط البيضة. بس كده فاضل لنا ان احنا نعمل يعني زي خطوط كأن هي دي الريش بالنيدل تول بتاعتنا.
أنا مش هعمل جسمها كله، هي بس أجزاء منه، وهسيبكوا تشوفوا. باللون ده هاخده اعمل بيه المنقار بتاع البومة. هو عبارة عن مثلث صغير خالص خالص خالص، هشيله بالكاتر عشان ممكن يكون لزق، وبعدين بنحطه في اخر المثلث اللي احنا كنا عاملينه اللي هو لونه موف ده. ودلوقتي هنعمل الرجلين بتاعت البومة، عبارة عن خطين طوال وهيبقى طالع منهم 3 خطوط صغيرين، كله باللون الأسود. كده احنا خلصنا شكل البومة نفسه تقريبا. هنبدأ بقى نعمل الوردات اللي موجودة فوق راسها. لو مش حابين تعملوها انتوا احرار، بس انا حسيت اني مدياها روح اكتر. طريقة الورود انا هنا مسرعة الفيديو شوية، لكن انتوا يعني كده كده انا جايبة الطريقة كلها، بس لو حابين تعرفوا طريقتها تشوفوها في اول فيديو انا كنت عاملاه، اللي هو المج اللي عليه ورود شكل بوكيه ورد.
الالوان دي مش هتلاقوها موجوده عاده في انواع الصلصال، لكن دي بتتظبط. يعني انا مظبطاهم بحيث ان هما يكونوا لايقين على بعض. ازاي؟ بناخد الالوان اللي احنا نفسنا نحطها، وبعدين ناخد اي لون خارجي ملوش دعوه بيهم، ناخد منه جزء صغير خالص ونخلطه معاهم كلهم، كل واحد منهم يتخلط معاه اللون الخارجي ده، فكلهم في النهايه هيدونا الوان لايقه على بعضها. عشان كده تلاقوا الاخضر عندي مايل على موف شويه، بقيه الوردات برضو مايلين على موف شويه. انا اللي حصل اني خدت تلات الوان بينك او 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 بيربل من عندي، وحطيت عليهم اللون الموف بتاع البومه نفسه، واللون الاخضر بتاع ورق الشجر عملت فيه نفس الكلام، حطيت معاه جزء موف، فكلهم ادوني يعني مجموعه الوان لايقه على البومه نفسها. بس نبدأ بقى ننسقهم على الراس، ودي ترجع لاختياركم. يعني انا شفت ان الشكل ده هيبقى حلو، ممكن انتوا يبقوا مش عاجبكم كده، ممكن عايزين وردات اكتر او اقل، يعني دي ترجع عليكم يعني براحتكم. ده الشكل النهائي. بس انا بقى دلوقتي هبدا استعمل الوان الباستيل وادي بتديها عمق بصراحه. يعني هي كده شكلها حلو مش وحش، بس لما بنديها الوان باستيل، انا ما عنديش الوان مايكا، لو عندكم برضو ممكن تستعملوها، لكن هتشوفوا يا جماعه هتختلف شكل البومه ازاي اول ما نحط الالوان دي. انا اللون اللي هو اللون الجلد نفسه بتاع البومه حطيت له لون موف محمر، ما حطيتوش على الجلد كله او الجسم كله بتاع البومه، انا حطيته على اجزاء منه، الجزء اللي تحت خالص وكانه مسحوب لفوق، ومن فوق كاني بعمل زي ضلع حوالين وشها. بنمشي بالفرشه بسيط خالص خالص خالص، وما يبقاش فيه باودر الوان كتير في الفرشه. وبعدين هاخد اللون الاصفر، يكون اغمق شويه من لون الاصفر الصلصال اللي على البومه، اغمق درجه بسيطه، اخد جزء صغير منه ومن تحت لفوق، يبقى اللون تقيل من تحت وخفيف فوق، ونمشي بالفرشه بالراحه خالص. مهم قوي تكون الفرشه اللي بتستعملوها ناعمه عشان ما تخربش لكوش الصلصال وتعمل فيه خطوط. بعدين هناخد لون اسود وبيربل سوا علشان خاطر نلون بيه الريش بتاع البومه. انا هخلطهم مع بعض دلوقتي،
عشان يديني كأنه يعني افكت ان هو يكون كأنه يعني لون بيربل غامق. واحدة واحدة برضو نمسح ونحط. انا مش عارفة يعني الفيديو مبين ولا لا، بس فعلا شكل البومة بيفرق تماما، او اي حاجة انتوا عاملينها شكلها هيفرق تماما اول ما تدوها شوية من الوان الباستيل. يعني بتديها عمق جامد قوي. الجزء الداخلي بتاع الودن انا هعمله برضو بنفس اللون اللي هو البيربل في اسود ده. بس عشان يديني يعني ايحاء ان هي ده فعلا ودنها من جوه. وهاخد اللون المحمر شوية اللي انا عملت بيه لون الجلد من تحت بتاع البومة، وهبدأ احطه على الريش. يعني قد ايه بيفرق في الشكل، وانتوا احرار طبعا، يعني مش لازم تعملوا نفس اللي انا عملته. بعد كده هاخد لون، الاول هاخد قطنة الودان يعني ادوس عليها جامد عشان تديني شكل مقشوط، واخد اللون اللي عم بيه لون الخدود، انا اخترت اللون ده، وابدأ بالراحة خالص واحدة واحدة اعمل الدايرة واكبر الدايرة. انا هشيل الجناح علشان خاطر مكانه غلط، وبعدين احط الخدود، وبعد كده ارجع الجناح تاني. بس كده احنا خلصنا الشكل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، ولو في اي حاجة تانية حابين تعرفوها قولولي تحت في الكومنتس. باي.